سلطان أيوبي مفرط يهدي مفاتيح القدس التي حررها صلاح الدين، وامبراطور ملاحق بالحرمان البابوي يعتلي عرش المدينة دون قطرة دم فيوغر صدور المسلمين. توفي صلاح الدين في عام 589 بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وبمفاخر عظيمة لا يزال صداها يتردد حتى الآن. وكانت دولة صلاح الدين التي أنشأها موزعة عند وفاته بين أبنائه وإخوته، فاختص ابنه الأكبر الملك الأفضل نور الدين محمود بدمشق التي ضمت مدن ساحل البحر المتوسط وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى حتى الداروم، وحكم ابنه العزيز عثمان مصر، في حين أخذ الابن الثالث وهو الملك الظاهر غازي أخذ حلب وشمال الشام، وتولى الملك العادل أخو صلاح الدين الأردن والكرك والجزيرة وديار بكر. أما بقية أبناء صلاح الدين وإخوته وآل بيته فكانت لهم إقطاعات صغيرة، وكان صلاح الدين قد أوصى لابنه الملك الأفضل بالسلطنة من بعده وأن تكون له السلطة العليا والكلمة النافذة في الدولة الأيوبية كلها، غير أن الأفضل لم يكن مؤهلا للنهوض بهذه المهمة، فحدث نزاع بينه وبين إخوته واحتكم كل منهم إلى سيفه وقوته، وضاعت الوحدة والتماسك بين المطامع والمصالح، ونسوا جهد أبيهم في بناء الدولة وتحقيق مجدها. وانتهز الملك العادل هذه الفرصة وكان ذا أنات وصبر وعقل وحكمة، وتمكن من خلعهم واحدا إثر الآخر، وأصبح يحكم الدولة الموحدة التي كان يحكمها أخوه صلاح الدين. وإذا كان العادل قد نجح في توحيد الدولة الأيوبية من جديد، فإن ذلك تطلب منه إعادة تنظيم الدولة والاستعانة بأبنائه في إدارتها، فأناب ابنه الكامل محمدا في حكم مصر، وجعل ابنه المعظم عيسى في دمشق، وأعطى الأشرف موسى حران، واحتفظ العادل لنفسه بالإشراف التام على جميع أنحاء دولته. الملك الكامل والحملة الصليبية الخامسة. كان السلطان الكامل ابن العادل في مصر حين تعرضت لحملة صليبية هائلة تألفت من 70,000 فارس وأربعمائة ألف راجل، وعرفت في تاريخ الحروب الصليبية بالحملة الصليبية الخامسة. ورست الحملة على الضفة الغربية للنيل المواجهة لمدينة دمياط، ولما علم السلطان الكامل بأخبار هذه الحملة تحرك على وجه السرعة لدفع خطرها، واتجه بجنده إلى مكان قريب وعسكر جنوبي دمياط ليكون على اتصال بها. وكانت دمياط مدينة حصينة تحيط بها الأسوار والقلاع والأبراج، ويرتفع عند مدخل مدينة دمياط النيلي برج مشحون بالجند لمنع سفن الأعداء من العبور إلى النيل والوصول إلى دمياط. وما كادت هذه الأنباء المحزنة يسمع بها الملك العادل في الشام حتى مرض مرض الموت، ولقي ربه تاركا لأبنائه فرصة تغيير الأوضاع وإخراج الغاز المحتل من أرض مصر. تمكن الصليبي من دخول دمياط، ولم تجد محاولات الكامل في الدفاع عن المدينة، ولم تجد محاولاتهم منع سقوطها، وفزع إخوته في الشام فأجمعوا أمرهم على النصرة والتصدي للصليبيين في مصر والشام. وكان يمكن للصليبيين أن يستثمروا نجاحهم في احتلال دمياط ومواصلة السير في قلب البلاد، ولكنهم تنازعوا فيما بينهم وبرزت أهواؤهم وانسحب بعضهم إلى عكا، وظلوا عاما ونصف العام دون تحرك. وفي تلك الفترة قام السلطان الكامل بعمل ما في وسعه لإيقاف الزحف وإقامة خطوط الدفاع في قبالة طلخة، وجمع جيوشه وجيوش إخوته المعظم عيسى والأشرف موسى استعدادا للقاء الحاسم. وفي الوقت نفسه ظل السلطان الكامل يكرر عرضه السخي للصليبيين بالجلاء عن مصر مقابل إعطائهم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من مدن الساحل. وقد رفض الصليبيون هذا العرض المتقدم
المتخاذلة قبل سقوط دمياط في أيديهم، وتكرر رفضهم لهذا العرض بعد السقوط، بل إنهم تمادوا في غرورهم وطلبوا 300,000 دينار عوضا عن تخريب سور القدس. تحرك الصليبيون بحشودهم الجرارة جنوبا، وكان هذا وقت فيضان النيل السنوي الذي يشتد في شهر آب من كل عام، وعبرت قوات الجيش المصري لكي تحاصر الصليبيين قرب المنزلة. وشاء الله أن يأتي فيضان النيل عارما، ففتحت الجسور وأغرقت كل الطرق أمام الصليبيين، وعلى صفحة النهر كانت السفن المصرية تقطع خطوط الإمداد وتفصل الحملة الصليبية عن قاعدتها في دمياط، وتستولي على عدد من سفن العدو وتأسر بحارته. ولم يكن أمام الصليبيين بعد أن فاجأتهم الكارثة وأحيط بهم من كل مكان سوى الاستسلام دون قيد أو شرط، وضاعت أحلام البابوية في أوحال الدلتا وعلى صفحة النهر الخالد. وخرجت الحملة من دمياط في عام 618 تجر أذيال الخيبة والفشل. الكامل والإمبراطور فريدريك. كان لتضامن أبناء العادل الثلاثة وتكاتفهم أثر لا ينكر في تحقيق النصر وإفشال الحملة الصليبية الخامسة، وكان المأمول أن يبقى هذا التحالف ويزداد مع الأيام قوة وترابطا بعد المحنة الحالكة، ولكن ذلك لم يحدث، فانفرط العقد ومضى كل واحد منهم في طريقه ينظر إلى نفسه ويعظم من شأن مصالحه ومكاسبه دون نظر إلى مصلحة أبيه. ولم تكد تمضي سنوات معدودة حتى شب صراع بين السلطان الكامل وأخيه المعظم عيسى صاحب دمشق، واستعان كل منهما بمن يحقق له الظفر. فاستعان المعظم عيسى بالسلطان جلال الدين الخوارزمي سلطان الدولة الخوارزمية، واستنجد السلطان الكامل بالإمبراطور فريدريك الثاني صاحب صقلية وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. ولد هذا الإمبراطور من أب ألماني هو هنري السادس، وأم إيطالية هي الأميرة كونستانس وريثة عرش صقلية، تربى وتعلم في صقلية التي كانت مظاهر الحضارة الإسلامية تفرض نفسها في كل مكان هناك. فنشأ محبا للحضارة الإسلامية، مبديا تقديره وإجلاله للمسلمين، وكان واسع العلم متبحرا في الهندسة والحساب والرياضيات، مجيدا للعربية واليونانية واللاتينية والإيطالية والألمانية والفرنسية. ولما توج على عرش الإمبراطورية وعد بالقيام على رأس حملة صليبية إلى الشرق، ثمنا للمساعدة التي لقيها من الباباوية في الوصول إلى حكم الإمبراطورية. ولكنه لم ينهض للوفاء بنذره الصليبي، وظل يماطل في تنفيذه على الرغم من زواجه من ابنة الملك الصليبي يوحنا، الذي جعل منه ملكا على بيت المقدس ومسؤولا عن الصليبيين في المشرق. أرسل السلطان الكامل مبعوثه الأمير فخر الدين يوسف إلى الإمبراطور فريدريك، يعرض عليه أن يقوم بنجدته ومساعدته في حربه ضد أخيه المعظم عيسى، في مقابل أن يسلمه بيت المقدس وجميع فتوحات صلاح الدين بالساحل الشامي. ويا له من ثمن غال مقابل هدف رخيص. وقد أحسن الإمبراطور استقبال مبعوث السلطان الكامل، ورد عليه بسفارة مماثلة، واستجاب لعرضه السخي، وغادر صقلية في عام 625. غادرها قاصدا الشام، ممنيا نفسه بالتتويج في بيت المقدس، وبفخار يحققه يظل التاريخ الأوروبي يلهج بذكره طوال الزمن. الحملة السادسة. كانت الحملة التي عرفت في التاريخ بالحملة الصليبية من أعجب الحملات العسكرية، فلم يتجاوز أفراد هذه الحملة 600 فارس يصحبهم أسطول هزيل. وكأن الإمبراطور الألماني قد جاء إلى الشام في نزهة جميلة مع أفراد حاشيته، أو جاء ليفاوض لا ليحارب. وعندما وصل إلى عكا وجد الأمور على غير ما تمنى، فقد توفي الملك المعظم عيسى، واقتسم السلطان الكامل وأخوه الملك الأشرف ممتلكاته، وعادت الأمور في البيت الأيوبي إلى الهدوء والاستقرار، ولم تعد هناك حاجة إلى جهود الإمبراطور. كانت تلك الأخبار مفاجأة قاسية لفريدريك، فساء موقفه، لكنه لم يفقد الأمل في تحقيق أمانيه مع السلطان، ولجأ إلى سلاح المفاوضة والاستعطاف، فبعث سفارة تطلب من السلطان الكامل الوفاء بما تعهد به من تسليمه بيت المقدس. وكان طبيعيا أن يرفض السلطان بعدما زال السبب
السبب الذي من أجله أقدم على هذا العرض، ولكن هذا الرفض زاد الإمبراطور إصرارا على إعادة المحاولة والمبالغة في استمالة قلب السلطان. وبلغ به الأمر أن كتب للسلطان الكامل في أثناء المفاوضات: أنا مملوكك وعتيقك، وليس لي عما تأمر به خروج، وأنت تعلم أني أكبر ملوك البحر، وقد علم البابا والملوك باهتمامي، فإن عدت خائبا انكسرت حربتي بينهم. فإن رأى السلطان الأيوبي أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فسيكون صدقة منه. وأفلحت هذه السياسة ونجحت مع السلطان الكامل، ففرط فيما لا يملك واستسلم دون قتال إلا من سلاح الدمع، وعقد معاهدة عرفت بمعاهدة يافا التي أبرمت في عام 626، وبمقتضاها تقرر الصلح بين الطرفين لمدة 10 سنوات، على أن يأخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدة. ونصت المعاهدة على أن تبقى مدينة القدس على ما هي عليه فلا يجدد سورها، وأن يظل الحرم بها بما يضمه من المسجد الأقصى وقبة الصخرة بأيدي المسلمين، وتقام فيه الشعائر لا يدخله الفرنج إلا للزيارة. أثارت هذه المعاهدة المخزية حفيظة المسلمين وغضبهم في كل مكان، وأقيمت المآتم في المدن الكبرى، وشعر الكامل بأنه تورط مع الإمبراطور، فأخذ يهون من أمر تسليم بيت المقدس، ويعلن أنه لم يعطي الفرنج إلا الكنائس والبيوت الخربة، على حين ظل المسجد الأقصى على حاله. وبعد عقد الصلح اتجه فريدريك إلى بيت المقدس، فدخله في عام 626 الموافق في عام 1229، ويذكر المقريزي أن الإمبراطور حين رأى قسيسا بيده الإنجيل يهم بدخول المسجد الأقصى زجره وطرده، وهدد كل من يدخل المسجد الأقصى بغير إذن، فقال لهم: إنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه، فلا يتعدى أحد منكم طوره. وفي اليوم التالي دخل كنيسة القيامة ليتوج ملكا على بيت المقدس، ولم تطل إقامته في الشام، وكر راجعا إلى بلاده بعد أن حقق ما لم تحققه أي حملة صليبية أخرى. وأدى التقارب في الصفات بين الإمبراطور والكامل الأيوبي، فقد كان كلاهما سمحا لين الخلق إلى توثيق العلاقات بينهما وتبادل الهدايا. وكان فريدريك بعد عودته إلى الغرب لا يفتأ يردد أمام أصدقائه: إن صديقي السلطان المسلم أثمن لدي من أي شخص ما عدا ولدي الملك كونراد. وقد استمرت الصداقة بين فريدريك وخلفاء السلطان الكامل في مصر، ومن ذلك تحذيره الصالح أيوب سلطان مصر عندما علم بنية التفريط في بيت المقدس.